نقيب المحامين يفتتح مكتب حجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة، وإقبال كبير من المحامين خلال الأسبوع الأول من الافتتاح. نقيب المحامين يتفقد مبنى نقابة المحامين بالإسماعيلية ويضع حجر أساس استكمال المبنى الجديد. النقيب العام يتفقد استراحات المحامين بمجمع محاكم الإسماعيلية ويعقد لقاءً مع أعضاء الجمعية العمومية. النقيب العام يشهد حفل تكريم المتفوقين من أبناء محامي السويس والزملاء الحاصلين على درجة الدكتوراه. نقيب المحامين يجري جولة تفقدية لمبنى نقابة المحامين بالسويس. نقيب المحامين ينبه على النقابات الفرعية بإرسال الميزانيات من عام 2020 إلى عام 2022. نقابة المحامين تتعاقد مع 10 صيدليات جديدة موزعة على مستوى الجمهورية. نقابة المحامين تختتم الدورة 9 من دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالنادي النهري بالمعادي. لجنة الشباب والفكر القانوني تعقد مؤتمراً عن ضوابط تقنيات الذكاء الاصطناعي